من جهتهم أوقف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف شخصا محل بحث، من طرف الجهات الأمنية والقضائية يقوم ببيع أصناف حيوانات محمية ومهددة بالانقراض مع استرجاع بعضها على غرار صغير فنك، طائر النسر الأسمر المهدد بالانقراض، قرد بربري نادر وثلاثة جراء ضبع محمية، وعليه تم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية. التغطية لسمير منصوري.